بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها حياكم الله أخوان المشاهدين أخوات المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أحسن القصص توقفنا في الحلقة السابقة عند قصة نبي الله موسى عليه السلام وتذكرنا أو ذكرنا فيها وفاته عليه السلام والقصة المشهورة في وفاته بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليه عليه السلام ملكا وهو ملك الموت لكن أرسله الله سبحانه وتعالى على هيئة بشر وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وغيره فهذا الرجل عندما جاء لموسى موسى فزع عندما طلب منه هذا الرجل بأن يقبض روحه او يقبض روحه ففزع موسى كيف رجل يطلب مني ان يخرج او ان يقتلني فلطمه موسى او فوكزه موسى على وجهه وهذا الحديث صحيح فالقصه مشهوره ان هذا الملك رجع الى الله سبحانه وتعالى وقال يا ربي ارسلتني الى عبد لا يريد الموت وذكر له القصه فقال له الله سبحانه وتعالى ارجع اليه فقل له انك اذا اردت الحياه فتضع يدك على ثور فاي شعره تخرج في يدك فتعيش مكانها عدد السنين التي خرجت بعدد هذه الشعرات فرجع اليه ملك الموت رجع الى موسى عليه السلام وقال له ما امره به ربه سبحانه وتعالى. فقال موسى له: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالان فقبضت روحه الشريفه عليه السلام. موسى عليه السلام توفي في التيه وقبله طبعا هارون عليه السلام كما ذكرنا كلاهما توفي في التيه. لكن موسى عليه السلام لم يدخل بيت المقدس. يعني كان موسى قد جهز الجيش الذي من المفترض أن يغزو به بيت المقدس أو يدخل على الجبارين الذين رفضوا بنو إسرائيل بأن يدخلوا بيت المقدس وفيهم هؤلاء الجبارين كما في صورة المائدة في الآية المعروفة عندما قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون فموسى عليه السلام توفي قبل ان يدخل الى بيت المقدس، لكنه قد جهز الجيش جهز هذا الجيش وان الله سبحانه وتعالى وعد موسى بان يدخل بنو اسرائيل الى بيت المقدس، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل له انك انت ستدخله يا موسى، وهذا يذكرنا بحادثه حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما امر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بان يغزو الشام، يغزو الروم في بلاد في الشام. فذهب النبي عليه الصلاه والسلام في سنه او في السنه السابعه في الغزوه التي كانت معروفه بغزوه مؤته فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث قتال بين المسلمين وبين الروم. ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه. ثم بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع ثم بعد ذلك في اخر حياته لانه مامور بان يغزو الروم النبي عليه الصلاه والسلام فجهز الجيش صلى الله عليه وسلم وجعله بقياده اسامه بن زيد فامر عليهم اسامه، اسامه كان يعني فتى صغيرا فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغزو هذا الجيش الروم فهذه الحادثه تذكرنا بحادثه امر الله عز وجل موسى بان يدخل الى بيت المقدس. فالله عز وجل قد واعد موسى بانه سيدخل الى بيت المقدس وكما وعد النبي عليه الصلاه بانه سيدخل او سيفتح الله عز وجل على يديه الشام وهذا ما حصل. لكن موسى عليه السلام توفي وامر عليهم نبيا من الانبياء. من هو هذا النبي؟ سنعرفه باذن الله عز وجل. بعد هذا الفاصل القصير الحمد لله وبعد حياكم الله إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات بعد وفاة موسى بعث الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء لبني إسرائيل وهذا النبي هو فتى موسى وهو يوشع بن نون عليه السلام طبعا يوشع بن نون كان من العباد الزهاد الصالحين في بني إسرائيل ويرجع نسب يوشع بن نون إلى نبي الله يعقوب عليه السلام وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام بخلاف موسى موسى كان من أولاد الأسباط يقال أن يوشع يرجع نسبه إلى يوسف عليه السلام ابن يعقوب وموسى عليه السلام يرجع إلى لاوى أو يهوذا من أبناء يعقوب عليه السلام فكلاهما يرجع نسبه إلى يعقوب ويعقوب يكنى او يلقب باسرائيل وذكرنا سابقا ان اسرائيل معناتها عبد الله او المهاجر الى الله وهذا سبب تسميه بني اسرائيل انهم كانوا من نسل اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. فيوشع بن نون كان من الانبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى بعد موسى مباشره يعني مجرد ان توفي موسى عليه السلام بعث يوشع بن نون بل كان يوشع بن نون هو قائد الجيش الذي جهزه موسى لدخول بيت المقدس ويقال كما ذكر أهل التفسير أنه المقصود بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة في قصة موسى والخضر المشهورة في سورة الكهف قالوا أن فتى موسى هو يوشع بن نون وقالوا أن يوشع بن نون هو الرجل الثاني الذي ذكر الله عز وجل قصته ايضا في قصه دخول بيت المقدس عندما قال الله عز وجل قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما يقال ان احدهما كان يوشع بن نون. فيوشع بن نون كان رجلا صالحا ارسله الله عز وجل بالرساله والنبوه فكان نبيا لبني اسرائيل بعد موسى. فتجهز يوشع بن نون مع الأسباط الاثنى عشر سبطا جهزهم موسى قبل ذلك وتجهزوا بجيش عرم رم وكان عدة الجيش الذين كانوا مع يوشع بن نون قرابة نصف مليون شخص لأن اثنى عشر سبطا يعني عائلة أو قبيلة كان تحتهم تقريبا أربعين ألف إلى خمسين ألف مقاتل فمجموعهم تقريبا يصلون إلى نصف مليون مقاتل جهزهم موسى ثم بعثوا مع يوشع بن نون لدخول بيت المقدس وكان الذي يتأمر على بيت المقدس هم العماليق أو هم الجبابرة وهؤلاء الجبابرة يعني ذكرنا وصفهم سابقا أنهم كانوا بأطوال يعني شاهقة يقال أن أطوالهم تقريبا عشر أمتار أو قريب من ذلك فكانوا فعلا عماليق وجبابرة بالإضافة إلى القوة التي كانت عندهم فخاف بنو إسرائيل من ايام موسى للدخول الى بيت المقدس لوجود هؤلاء الجبارين، لكن يوشع بن نون عليه السلام دخل بيت المقدس مع بني اسرائيل مع هذا الجيش الكبير جدا. ذهب يوشع بن نون وهم طبعا في التيه، لان موسى عليه السلام وهارون توفيا في التيه ولا يعرف طبعا مكان قبرهما. فخرج يوشع بن نون من التيه متوجهين الى بيت المقدس، مروا على نهر الاردن ووصلوا الى منطقه اسمها اريحه، اريحه معروفه الى اليوم في فلسطين. فحاصروا بيت المقدس حصارا طويلا، يقال ان مده الحصار سته اشهر تقريبا. يعني تاملوا معي واستشعروا معي هذا العدد الكبير، نصف مليون مقاتل يحاصرون حصنا صغيرا وهو بيت المقدس. وإن كان الذي فيه أقوياء لكن كما يقول المثل يعني الكثرة تغلب الشجاعة فحاصرهم يوشع بن نون مع هؤلاء المقاتلين بهذا العدد الكبير لمدة ستة أشهر حتى خارت قوى الجبابرة الذين كانوا في بيت المقدس فدخله بعد ذلك يوشع بن نون مع الجيش الذي معه وقتلوا منهم عددا كبيرا حتى يقال أن عدد الذين قتلهم يوشع بن نون و المقاتلين من بني إسرائيل الذين كانوا معه قرابة عشر آلاف شخص بعد ذلك فتح الله عز وجل بيت المقدس على يوشع بن نون وكان يوشع بن نون هو أول من فتح بيت المقدس عنوة يعني بقتال هذه ملخص قصة أو سيرة يوشع بن نون النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بعد وفاة موسى نكتفي بهذا القدر ونلتقيكم إن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة، إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته